ست أسابيع، 30 يوم، 240 ساعة، عشنا فيها قصة، وأقدر أقول أن هذه القصة غيرت حياتنا للأبد. بدأت القصة في تاريخ 23/6، وتحديداً في معهد الكويت للأبحاث العلمية. بداية غريبة، ناس غريبة، مكان غريب، ما أدري شلون يعني راح أتأقلم. كان ودي أعرف شنو راح يصير بهذا المكان. كان فيني فضول وايد أن أعرف الكلام اللي قاعد نسمعه من الطلاب اللي تخرجوا من هالدورة، صدق اللي قاعد يبالغون فيه. بلشت الدورة بالنسبة لي من أول ما خذينا الصورة الجماعية قدام قاعة جابر. كنت ما أبي أبين بالصورة، ما كنت أبي أكون بينهم، مو مرتاحة بين الناس. صورت مع ناس مع الأيام صاروا جزء من يومي، من روتين اليومي. من يومها بدت المغامرة الحقيقية، المغامرة العلمية. هني قلت إنه لا، إنه ممكن هذه تكون بداية رحلة كسر 42، بداية قصة جديدة. مرت الأسابيع، شفت كل اللي قالوا الناس حرفياً كله كان في هالدورة. شفت وايد أشياء حلوة. الأغلب متشابه بالطموح، الأغلب متشابه بالفكر، بالأهداف. عشان كلنا حابين ان احنا نكون هني هالمكان. ما ادري احبه غير يعني، هذا شيء من نفسي انا اروح له، مو مغصوب علي. المكان هذا صقل شخصيتي، نمى موهبتي، المكان كنت القى فيه روحي دائما. حسيت ان الشيء اللي قاعد اخذه هني ما اخذته من ولا مكان ثاني. برنامج الدوره برنامج ملم من جميع النواحي، كان مركز على كل شيء، حتى بشكل ان العلوم اللي احنا ما نحبها كانت تنذكر بشكل احنا نحبه. اكتشفت ان العلم شيء ثاني، العلم اللي أنا قاعدة أطبقه هو اللي يثبت بمخي. هذا الشيء موجود بس هني، ما لاحظته بالمدرسة. دورة تصقل الشخصية من ناحية اجتماعية، من ناحية العملية، الذهنية. كل شخص هو مبدع بطريقته، ومع هالبحث والمكان الصح اللي احنا نقدر نطلع فيه كل إبداعاتنا. عمري ما حبيت قهوة الصبح إلا من ما داومت بالدورة هذه. يومي كان يبلش بابتسامة وينتهي بابتسامة، لأن أدري أنا راح أروح مكان راح أستانس فيه، راح أعطي اللي عندي. شعوري أول ما يجي الصبح أن أنا جاي اليوم أبي أنجز شيء، أبي أحقق شيء، أبي أعبر عن ذاتي. أضافت لي أشياء كثيرة، أضافت لي سواء من الناحية العلمية أو الناحية المهارات وصقل المهارات وما إلى ذلك. هذا يبين لنا هدف الدورة، أنه مو بس فرض معلومة عليك، لكن تقبلها يجي من أعماقك. توفر بيئة آمنة للطلبة إنهم يختارون التخصص اللي يناسب قدراتهم ومهاراتهم واهتماماتهم، وينمونها بطريقة علمية وعلى أسس صحيحة. شيء نادر، شيء يخدم الطلاب، يوجههم حق طريقهم اللي هم يبونه، شيء علمي، شيء مدروس، شيء مبني على أسس علمية صح. العلم هو الأساس، هو المستقبل. استثمارنا بشبابنا وشاباتنا هو استثمار حقيقي لمستقبل مبدع كويتي واعد. احنا هني بدورة معهد الأبحاث، هي ما قاعد تدرب طلاب، هي ما خصصت هالجزء من وقتها عشان تدرب طلاب، هي قاعد تبني مستقبل الكويت. لأن كل اللي بالدورة هم مستقبلا أنا أشوفهم مو بس أطباء مهندسين، هم علماء وهم راح يكملون لي بعدين. فمعهد الكويت الأبحاث العلمية قاعد يبني مستقبل، ما قاعد يعلم طلاب. معهد الكويت الأبحاث العلمية، مجرد ذكر اسمه تيب بالي الأيام اللي عشت هني. مكان لقيت فيه علم وأسرة، ثقافة، أصدقاء، كل شيء لقيته بهالمكان. أحس بانتماء وايد كبير حق المعهد، لأن له فضل وايد كبير علي. أحس إن هذا مكاني، أحس إن أنا انتمي حق هذا المكان وايد. أحس روحي نفسها متعلقة بالأشخاص، متعلقة بالقاعة، متعلقة بكل شيء يخص معهد الأبحاث. إذا هذا المكان مو بيتي، يعني شو اللي ممكن يكون بيتي؟ في شيء أحس إنه شيء يجمعنا، شيء خلينا نتعلق بهذا المكان. أنا ما أدري شلون راح أطلع من المعهد، أحس قطعة من قلبي شلتها وحطيتها بهالمعهد راح أطلع. معهد الأبحاث، شكراً من كل قلبي. شكراً إنكم عطيتوني هذه الفرصة إن أنا أكون موجودة هني وأثبت نفسي. أقوله شكراً إن خصصوا بهالمؤسسة بارت ولو صغير إن يعطونا مجال إن إحنا نكون فيه. شكراً إن أنتوا قاعدين تنمون العنصر الأساسي في كل مجتمع، هم عنصر الشباب، شريحة الشباب. شكراً من قلب، لأن أنتوا خليتوني أنا، يمكن الكل بعد مو بس أنا، نكون فخورين بنفسنا. أنا مستأنسة وايد إن أنا بهالعمر قدرت أحقق شيء يرضي ذاتي من داخلي. كانت من أحلى
التجارب اللي مريت فيها بحياتي مستحيل راح أنسى هالتجربة، وللأسف إنها بس مرة واحدة بالعمر. أنا أشوف دائرة معهد الأبحاث من حق كل طالب، من حق كل شخص أو كل طالب إنه يعيش اللي أنا عشتها، يحس باللي أنا حسيته، يعيش كل لحظة أنا عشتها، يمر بكل شعور مرينا فيه سواء كان حلو أو مو حلو. كل شيء عشناه في المعهد علمنا شيء. يعني أحس إني عقب ما أخلص الدورة راح أظل دائما على يدين. تعلمت من هالدورة إني أنا مثل ما أخذ أعطي، فمثل ما أخذت أنا من هالدورة راح أرد أعطي باكر حق الكويت. الكويت هي اللي وصلتني لها المكان، هي اللي علمتني، هي اللي كبرتني. معهد الكويت للبحوث العلمية هو علمني شنو تعني لي الكويت أصلا، لأن هي تستاهل الديرة اللي تعطي شبابها هالفرصة وتقدم لهم إياها على طبق من ذهب وتقول لهم بس أنتوا اسعوا وامشوا وأنا وياكم، تستاهل الديرة هذه إن احنا نرد لها الفضل هذا أضعاف ما هي سوتها لي. أنا وايد أفتخر إذا قلت حق أحد إن أنا كويتية أو أنا من الكويت، فأحس واجب علي إن يجي اليوم وخلي الكويت إياه تفتخر فيني مثل ما أنا افتخرت فيها. دايماً الأوقات الحلوة تمشي بسرعة أسرع من إن إحنا نحس فيها، فهالست أسابيع اللي إحنا عشناها مرت كأنها لحظات، كأنها ثواني، كأنها لقطات، مو كأن أنا فعلياً عشت ست أسابيع. راح أشتاق حق الأماكن، حق قاعة جابر، يومي كله الدورة بكبرها أشتاق لها، كل شيء راح أشتاق لها، الصداقات اللي سويتها، المكان ييتي قعدت الصبح ما راح أشتاق لها. بكل لحظة بالمعهد كان لها طعم غير، كان لها طعم ثاني، سواء بالتفاصيل الصغيرة اللي عشناها أو باللحظات العابرة، بابتسامة يمكن كانت، بكلمة، بسلام ممكن، كل لحظة كان لها طعم خاص. نهاية الدورة احنا نقولها نهاية، بس انا ما اعتبرها نهاية، انا اعتبرها بداية قصة جديدة. حفل الختامي عبارة عن يعني نقطة البداية. مليون سنة قدام لحظة افتخر ان انا خريجة معهد الابحاث. تسوى مليون مرة، تسوى، تسوى قومة الصبح، تسوى كل التعب، تسوى كل لحظة عشتها بهالمعهد. عائلة كسر 42 خصوصا الطلاب اللي فيها، او يمكن كلمة طلاب شوية بحكم، انتو اخوان وخوات. هم اخواني وخواتي كلهم، واحبهم فرد فرد، كل شخص حتى اللي ما عمري كلمتهم. اول يوم شفتكم فيه ما توقعت راح اتعلق فيكم، ما توقعت راح تاخذون هالحجم من قلبي. انا وايد احبكم، وايد مستانسة اني تعرفت على ناس نفسكم. انتو صرتوا لي ناس قريبة بشكل ما توقعته. الناس اللي كانوا وياي وشاركوني أحلى لحظات بحياتي أنا ممتنة لهم. دائما راح أدعي ربي يوفقكم بحياتكم ودراستكم. شكرا لكل شخص منكم سواء قابلته أو ما قابلته، شكرا على كل كلمة، كل نصيحة، كل ابتسامة، كل عتاب. مهما كبرنا ومهما ابتعدنا عن بعض، كل شخص منكم راح يبقى له مكان خاص فيني. أنا واثق فيكم واحد واحد، وأدري إنكم في يوم من الأيام راح تكون شيء وايد كبير، ودين راح يجي يوم راح أقول أنا فخور إني كنت معكم في يوم من الأيام في معهد الكويت الأبحاث العلمية دفعة 42. العائلة رقم 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 42.